تتابعونا في نشرتنا بعد فاصل قصير. رئيس حكومة إقليم كردستان يستقبل القنصل العام الكويتي الجديد، ومطالبة بمنح الدراجات النارية لوحات مرورية في كردستان. مقتل 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين في انهيار مبنى في العاصمة الأردنية عمان، وقتلى وجرحى في ضربتين جويتين في إقليم تيغراي بأثيوبيا. وزيلينسكي يزور مدينة إيزيوم التي استعادتها أوكرانيا من الروس.